السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وصفه اليوم كما كتشوفوا لا تارت تاتان، كلشي كتعجبو. هاد لا تارت هادي ديال التفاح كتجيب صراحه رائعه، وكتبقى فكره سهله وكتوجد في اخر دقيقه، ما كتقبضش معنا بزاف ديال الوقت. كما كتشوفوا كتجي معسله. وندوزو للمقادير. كنذوبو 80 غرام ديال الزبده، وكنقيو التفاح ديالنا ونقطعوه على هذا الشكل باش يبقى قابط لنا راسو. Nous avons vidé et épluché. Ça c'est pour la tenir droite dans la poêle. كنضيفو 4 د المعالق ونص ديال السكر، 4 دمي دي كويير ا سكر بور 90 غرام دو بار. Nous baissons le feu, nous laissons légèrement caraméliser. Une fois que le caramel commence à prendre des couleurs, on baisse le feu. Et on incorpore les pommes face à la coupe pour qu'ils puissent tenir dans la poêle. من كيولنا سكر كراميل كنحطو التفاح بهاد الشكل هكا باش كيجينا واقف مزيان. On les incorpore au milieu. Voilà. On tasse un tout petit peu avec la main et on recouvre. 10 minutes. Les pommes sont cuites pendant 10 minutes. Vous voyez? On va vider un peu le jus. كنغطيوه ونخليوه يطيب 10 ديال الدقائق، من بعد كنجيو كنصفيوه من هذاك الماء الزائد الكراميل، وكناخذوا يا اما العجين المورق او العجين بريزي اللي بغيتو اللي موجود عندكم، وكنجيو نوضعوها بسرعه فوق هذاك ديال التفاح قبل ما تذوب لنا العجين. الفراره كيسخن على 180 درجه، كندخلوها الفران حتى كتحمر، وكيف كطيب كنقلبوها مباشره فوق الطبسيل. لا تارت تاتان كتخرج من الفران كما كتشوفوا كتجي محمره، والمذاق ديالها زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، يعني كما كتشوفوا ما فيهاش مكونات كثيره وبسيطه بزاف. كما قلت لكم كيف كتخرج من الفران كنقلبوها سوغ بلاص قبل ما داك العسليل يتجمد لنا في المول، صافي وكتجينا على هذا الشكل. كنتمنى لكم شهيه طيبه، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.